فيما لتسجيل لزيارة السيد الرئيس القائد صدام حسين لقضاء بيجي وعدد من القرى الفلاحية والدور السكنية والمدارس التابعة للقضاء. I'm not going to do it.
نفكر شاد حلوين. ها من هي عارف يعرف من هنا رئيس العراق من هنا ابن اليوم عزيز كل من وزير الدفاع اسمه الناس قلنا شنو رتبة عدنان خير الله العسكرية شي يسمون لواء فريق فريق أول شي يسمون Thank you.
4/9 عام 1980 اعتدى خميني على العراق. زين هسه من يقول لنا شنو صدر بيان البارحه اليوم شو يقول؟